الله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فإذا لم يجيبوك فأجبهم واصدع بكلمة الحق قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقلنا إن الآية إما أن يكون الذين كفروا من قريش هم الذين قالوا، فقلنا وإذا كان الذين كفروا من قريش هم الذين قالوا فكيف يرد عليهم بقول الحق من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وإن قلنا إن الجماعة أهل الكتاب هم الذين قالوا فكيف يجوز ذلك في سورة مكية مع أن الأمر كان في نسبة لآية مدنية. نقول له إن قيل سورة مكية يبقى أي أغلبها ومعظمها، ولا يمنع أن يكون فيها بعض الآيات التي تخالف وصفها. ولذلك نقول يقول لك سورة كذا مكية إلا كذا، مدنية إلا كذا. هنا كلمة قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا هو أليق بأهل الكتاب لأنهم كتموا ما أنزل الله عليهم، لأن الله بين لنا مسخهم لما أنزل عليهم في سور متعددة. نسوا حظا مما ذكروا به، أدي واحدة. والذي لم ينسوا كتموا بعضه وأظهروا بعضه، والذي لم يكتموا حرفوه ولووا به ألسنتهم. يبقى نسيان وكتمان وتحريف. وليتهم اقتصروا عند هذا الحد، بل جاءوا بأشياء من عندهم وقالوا هي من عند الله. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قراطيس تبدونها قلنا حتى إذا ما جاء الأمر أخرجوا الكتاب بدون القرطاس الذي فيه الحكم الذي يريدون إنكاره. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. إن كان الكلام في كفار مكة، نعم لقد جاءهم القرآن بما لم يعلموا لا هم ولا هم، لأن الإسلام جاء على فترة من الرسل، وما دام جاء على فترة من الرسل ربنا برضو لينذر قوما ما أنذر آباؤهم، يبقى كلام منطقي وياهم. طب وإذا كان في أهل الكتاب وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، نعم لأنهم لما كتموا أشياء فضح القرآن ما كتموه وفضح القرآن ما حرفوه. فالقوم الذين على علاتهم في الفكر وأخذوا منهم ذلك على أنه من كلامنا جاء القرآن فعدل لهم، فكأنهم علموا الحق ليمسكوا به الباطل الذي عرفوه. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله أي الذي أنزل الكتاب هو الله. ساعة يستفهم الحق سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام، يعني الاستفهام الحقيقي بالنسبة لله محال لأنه يعلم كل شيء، من بيستفهم ليه؟ في استفهام يقال له الاستفهام الإنكار، وفي استفهام يسموه الاستفهام التقرير. طب ويجيب الصيغة ليه دي؟ ما كان يقول الله أنزل، الله أنزل، يقول لك لا إخبار منه ولكنه يريده جوابا من المعاندين، فيقول لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فلا يجدون جوابا إلا أنه نزل ونزل منك. يبقى كلام مش منه إخبار بل منهم جواب ورد، يبقى ده تقرير من مين؟ فإن لم يقولوا واحتاروا وخجلوا أن يقولوا فقل أنت لهم الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. احنا قلنا الخوض هو الدخول في الماء الكثير، والدخول في الماء الكثير لا تستبين العين فيه موضع القدم، فربما نزل في قوة. يبقى الخوض الاصل في الماء الكثير، ثم استعيض للخوض في الباطل.
الحق سبحانه وتعالى يقول ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي أن هذا لعب منهم لن يصل بعمل جدي ليقف أمام الدعوة. زي ما احنا نقول سيبك منهم ده لعب ايه، ده لعب عيال، كأن الدعوة سائرة في طريقها ولن يتمكنوا منها أبدا. فكل الذي يصنعونه هو قود في باطل ولعب لا جدوى له من الايه، من الجد. لكن معنى هذا أيتركهم؟ لا، حين يجد آذانا منهم ينبههم يذكرهم، أو بعد أن ينفتح الأمر للإسلام الذي يقيم في جزيرة العرب نقول له إما السيف وإما أن تسلم، لأن المعجزة جاءت لك مباشرة بقرآن أنت تعلم إعجازه. وهذا كتاب، يعني الذي أنزل التوراة الذي أنزلها هو الله، ومش بس اقتصرت على هذا، يقول له وهذا أي القرآن كتاب أنزلناه مباركا. كتاب أنزلناه، كلمة أنزلنا الأصل فيها نون وزين ولا نزل، إلا أنها تستعمل بالنسبة للقرآن استعمالات متعددة. مرة يقول أنزلناه في ليلة القدر، ومرة يقول ونزلناه تنزيلا، ومرة يسند النزول للقرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ومرة يسند إلى من جاء به نزل به الروح الأمين على قلبه، تعابير متعددة. مرة يقول أنزلنا، مرة يقول نزلنا، مرة يسند النزول للقرآن نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ومرة يقول اللي جابه اللي هو الوحي نزل به الروح الأمين. يقول له دي صحيح الاشتقاق، إنما دواعي الاشتقاق إيه؟ أم قال لك لأننا نعلم أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل مرة جملة واحدة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، أي ليباشر القرآن مهمته في الوجود الجديد. لكن لما نزل إلى السماء الدنيا كان ينزل كل نجم من النجوم حسب الأحداث، فأنزل دي بالتعدية، يعني نقل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته. ولذلك قل إن أنزلناه في ليلة القدر، والقرآن نزل في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر، ولكنه نزل في ليلة القدر جميعا إلى سماء الدنيا، ثم نزل منجما ومفصلا في بقية أيام الايه؟ أيام 23 سنة. فإذا ما أراد أنه أنزله من اللوح المحفوظ يجيب همزة التعدية، وإذا ما أراد أن يجيبه ينزله لأن نزل فيها الايه؟ فيها التتابع، فيها التتابع. وإذا نسبه للقرآن يبقى القرآن نزل، ونزل لوحده ولا حد جابه نزل به الروح الأمين، يبقى إذن كلها ملتقية في أن القرآن نزل أو أنزل أو نزل. كلمة نزل تعطينا لمحة، وهو أنه جاء من أعلى، ومدام جاء من أعلى يبقى الأدنى يستقبله، الأدنى ملوش عمل فيه ولا محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يطلب منا أن ننصت لإنزال حكم يقول لنا قل تعالوا أتلو عليكم، تعالوا يعني إيه؟ معنى تعالوا يعني ارتفعوا. الله، وإحنا مش مرتفعين، قال لك لا أنت في الأرض، اوعى تخلي الأرض تشرع لك، لأن دي تبقى تشريع حديد، تشريع إيه حديد؟ تشريع قيعان، والله يريد تشريعا إيه؟ تعالوا ارتفعوا إلى أن تتلقوا من السماء أحكامكم حتى لا تتيهوا في باطل تشريعات الأرض. يبقى أنا أنزل ونزل كلها تدل على الإيه؟ نهي من علوم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الله، طب إحنا بنشوف يعني ما جاش الوصف ده لغيره من الكتب، قال لك آه ليه؟ أم قال لك لأن كل الكتب السماوية كانت كتب منهج قبل القرآن، ولكن المعجزة كانت منفصلة عن المنهج. معجزة موسى ضرب البحر بالعصا، ومنهجه التوراة، وعيسى معجزته إبراء الأطمع، ومنهجه الإنجيل،
لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز بأن معجزته عين منهجه. ليه؟ قال لك لأن الأديان السابقة كان كل دين لزمن محدود في مكان محدود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الجامع المانع. يبقى إذن لازم المعجزة تكون ويا المنهج. فلو أن معجزته صلى الله عليه وسلم كانت من جنس معجزات السابقين، أي كونية مرئية، لكان بمجرد رؤيتها تنتهي. اللي شاف البحر الفلاني ينادي المعجزة، طب واللي ما شافش؟ يبقى احنا صدقناها لان القرآن قالها. لو لم يقلها القرآن كنا نقدر نصدق ولا ما نصدقش؟ هي حاجة حصلت زي عود الكبريت ولع مرة واحدة وانتهت. طب وإبراء الأكمة والأبرص برضو حصلت مرة واحدة وصارت بعد ذلك خبرا. الله، طب دي تليق بالزمن المحدود والمكان المحدود. انما اذا كان القرآن والاسلام جاء ليعم كل الأزمنة وكل الأمكنة، يبقى لازم المعجزة بتاعته تفضل مستصحبة للمنهج، حتى يستطيع من يأتي قبل الساعة بساعة ليقول محمد رسول الله وتلك معجزته. يقول لك مبارك، يقول لك اي مبارك، ايه يعني مبارك؟ احنا في اعرفنا حين نتكلم بالعامية نجيب الكلمة دي من نفس الاستعمالات الفصيحة التي سمعناها. يقول لك والله ده الاكل ده كان فيه بركة، معمول لاثنين وقد اربعة، معمول لخمسة وقد عشرين، ده الحكاية دي مبروكة. اذا البركة ان يعطي اكبر من حجمه المنظور. البركة معناها ايه؟ ان يعطي اكبر من حجمه المنظور. يقول له طحيح. طب قس حجم القرآن بحجم الكتب التانية، تجد حجم القرآن ايه افضل. وبعد ذلك فيه من الخير والبر والبركات والتشريعات والمعجزات والاسرار ما تضيق به الكتب. يقعدوا علشان يألفوا ويفسروا، والتفسير 30 جزء و40 جزء و50 جزء و100 جزء، ومع ذلك ما استطاع واحد ان يصل الى حقيقة المراد من الله. لا. لماذا؟ لان القرآن لو انه جاء وافرغ عطاءه في القرن الذي عاش فيه الرسول، كلي بالله كيف يستقبل القرون الاخرى؟ استقبلها فاترة، هي الكلام متكرر. يقول لا، بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه، كل تالي كل تالي ياخذ على قدره وبعدين تمسك الاكل. والا لو ان القرآن يراد تفسيره لما فسره احد غير من انفعل له نزولا عليه، كان يفسره. واذا ما فسره ايستطيع واحد بعد ذلك ان يقول شيئا في التفسير؟ ولو فسره الرسول لجمده، لان ما حدش يجرؤ انه يقول تفسير بعد ما يقول مين؟ بعد ما يقول الرسول. ولكن عطاءات القرآن لا تتناهى، وفي القرآن يفسره الرسول لابد ان يفسره بما تطيقه العقول المعاصرة، وإلا انصرفوا عنه. بالله لو كان القرآن جه صريح كده وقال والأرض كرة وتدور حول الشمس، بالله ده دلوقتي بننكره. طب بالله لو أنه قال دي الكلام ده يقول يلمح لها تلميح ايه خفيف، عشان لما العقول بقى تتسع لا تقول يا سلام كأن القرآن لما قال الحكاية دي قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وما دام الليل بيجي ورا النهار والنهار بيجي ورا الليل في شبه كرة، يبقى ايه الارض اللي بيجي عليه الليل والنهار شكله ايه؟ ثم يبقى شكل كرة. ويتكورت العمامة شفتها على الراس، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فكأن الليل والنهار دائر ورا بعض ايه؟ حول كرة. انما كان يقولها صريحة كده؟ لا، يعطيها كده بميزان حتى اذا اتسعت العقول للفهم يمكن يقول. لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها القرآن روح رمز للمسألة والصحابة يقبلونها من الرسول على اي معنى. هو فيهم يكور الليل على النهار، يجي النهار ويستر الليل وتمشي ولا ما تمشيش؟ لما يجي مثلا القرآن يقول ايه؟ لله المشرق والمغرب، واضحة ولا مش واضحة؟ كل واحد منا يعرف المشرق هو المغرب. طب ولما يقول رب المشرقين ورب المغربين كان يفهمها ازاي المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يفهمها ازاي؟
ربكم. قال لك ايوه، لان هو ساعة ما يقول اشرق من المكان الفلاني بيغيب عن حتة تانية، فساعة شروقه عندك يغيب عن ايه، وساعة يغيب عنك يشرقه، يبقى كل مشرق وياه ايه، يبقى رب المشرقين ورب المغربين، بس متبادل ايه، بيبقوا متبادل. انما كان يقول الكلام ده يفهموها ازاي بقى، يقول لك رب المشرقين لانهم يرون للشمس للشتاء مشرقا وللغرب. وده كلام صحيح ولا لا؟ وده كلام صحيح، ده الشمس لها مشرق كل يوم. اللي راح الصعيد وشوف الايه المعبد اللي فيه 365 طاقة، كل يوم تطلع الشمس من طاقة ولا تطلعش من الباقي، كل يوم لها مشرق. إذا اللي بيقول المشارق والمغارب جاي ولا مش جاي؟ صحيح المشرق الناحيات، انما من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، وتقعد الشمس تشرق تنطد وبعدين ترجع تقل الله. اذا فالقرآن يدي باسلوب يحتمل العقل المعاصر، واذا ما جد فيه جديد يبقى. ولما يقول لك بعض الرب المشارق والمغارب يفهمها ازاي؟ زي يفهمها زي ما فهمناها، كل يوم له ايه وكل يوم له ايه، وكل يفهمها وتمشي ولا ما تمشيش. ولكن امعنى ان هناك تأويل ينسخ تأويلا اخر؟ لا، ده يرتقي بالتأويل الاخر ولكنه لا يمنعه، يرتقي بالتأويل ولا نقول له صحيح. ما دام المسألة بالشكل ده يبقى كل واحد من الف من الثانية بتطلع الشمس ولا لا، وكل واحد من الف من الثانية بتغيب الشمس ولا لا، يبقى كل لحظة فيها شروق وفيها ايه، وفيها غروب. واحنا بيبقى في القاهرة وقدام المغرب والشمس تغيب ويقولوا لنا افطروا، وبعدين يقولوا على الخارج مراعاة التوقيت ونبص نلاقي الشمس في اسكندرية ايه عالي، يبقى فيه كل ساعة كل لحظة ايه مشرق. يبقى اذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ ان يفسره التفسير، لانه لا بد ان يفسره بما تطيقه العقول المير المعاصرة. ان فسره بما تطيقه العقول المعاصرة لم يعطي العقول التي تأتي بعد غذاء من القرآن، يوم يسيبه كده ايه. ولذلك تجد ذلك في ايات الكون، انما في الاحكام وحده اللي هناك هو اللي ايه هو اللي. انما في الاشياء التي لا العلم بتاعها ما ينفعش وجهلها ما يضربش. طب ما كناش نعرف ان الارض كرة، ما الذي جعلها من الحكم؟ طب عرفنا انها كرة، ما الذي نقص من الحكم؟ تبقى مسألة سر الكون في الكون بس، انما هيترتب عليه حكم زائد ما يترتبش. وربنا عايزنا عشان نقبل الاحكام الايه ازاي، لما يجي مثلا يقول لك يا اخي بقى عملية زي دي في الكون، ما كانش القرآن يقول له لا، العقل ما يتقهاش، ولو كان العقل ما يتقهاش ينصرف عن الاصل. يبقى شغلناه بشيء لا يضر ولا ينفع لايه، نعمل له ايه، كفهم عن شيء يضر وينفع. ولذلك لما تيجي تشوف القرآن تيجي اكثر من آية يديك الحقائق اللي موجودة في القرن العشرين اللي لا يزال الناس بيختلفوا. اذا قرأت القرآن مثلا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل، بالله لو قال ولا الليل سابق النهار، كلمة ولا الليل سابق النهار ساعة ما تجيب لها دي تقول ايه، زيد ليس عندي ولا عمر. يبقى مدام ولا الليل سابق النهار يبقى ادت الى ان في حاجة تانية. ازاي؟ ام قال لك لان العرب كانت تعتقد ان الليل يأتي اولا هيك ثم تغيب الشمس فيأتي بعده مين، وجاء الاسلام بقضايا تؤكد ذلك الفهم. طب رمضان يدخل بليله ام بنهاره؟ الله، يبقى الليل بيجي اول وبعدين النهار يبقى تبعه، يبقى الليل الاول وايه معنى ان الليل، والارخنا بالليل ولا لا في الشهور الهلاليه بنارخ بالليل، يبقى الليل الاول يدخل في الشهر وبعدين النهار ايه يتبعه. طيب على الاول، طب لما انت تارخ بالليل والنهار يجي ايه يتبعه، كانك قلت الليل يسبق النهار. ما دام القضية دي كده متفقين عليها ما نخالفهاش، ويبقى مقابلها ايه؟ النهار لا يسبق الليل، فربنا قال ايه؟ القضية الأولى صح والثانية ولا الليل. يبقى لدى سبق ده أنتم معتقدون أن النهار لا يسبق الليل، وتعتقدون أن الليل يسبق، أم قال لهم ولا الليل سابق النهار؟ يبقى لدى سبق ده ولدى سبق ده. طب ولدى سبق ده ازاي ما تجيش؟ ازاي؟ أم قال لك ولا لهذا ولا هذا. طب وإذا كانت الأرض مسطوحة؟ عد لك كده، إما أن تخلق الشمس مواجهة للأرض النهار الأول، وبعدين تغيب يوم يجي مين؟
طيب إن خلقت غير مواجهة يبقى الليل ييجي وبعدين تطلع. الله إذن هي مش مفتوحة، لكن تكون كورة. بحيث حين خلق الله الكون الجهة المواجهة للشمس كانت نهارا، وغير المواجهة كانت ليلا في الوقت نفسه، فلا هذا يسبق هذا ولا هذا يسبق هذا. تنتهي المسألة. يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ كل يوم عمالين ايه؟ عمالين نطلع منه اشياء كل يوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عربه وهو اول من فعل به قال ايه؟ لا تنقضي عجائبه، يعني خدوا بالكم، خدوا بالكم ان عجائبه ما تنقضيش. كل يوم يدي ايه؟ يدي عجائب. احنا لما جينا قلنا ان مثلا كان زمان الواحد يقول ايه سرت على الارض، مش كده قلنا سير على الارض؟ لا، لما يقول القرآن يعبر ما قالش كده، سيروا في الارض. ادي احنا بقينا نقولها الارض ظرف للسير وخلاص ونمشي وتتفهم على كده، فابعال قوي. وبعدين قال لك لما عرفنا ان الارض كوره وان لها الارض بدون هواء قيمتها ايه؟ يبقى زين الهواء من لازم من لوازم مين؟ من لوازم الارض. ولذلك يقول لك الغناء في الهواء ده من مين؟ من الارض. طب لما انت بتسير، انت بتسير فوق الهواء ولا فوق اليابسه وفوقك الهواء؟ تبقى انت بتسير فيه، انت بتسير. يبقى ده من عطاء القران. يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يقول لك ايه القران؟ يقول ايه؟ لاصلبنكم في جذوع النخل. ما احنا قلنا مبارك يعني حاجه كده انما تؤدي ايه؟ حاجه كبيره قوي. لاصلبنكم في جذوع النخل. يوم يقولوا في التفسير لاصلبنكم على جذوع النخل. الله، طب شال فيه وحط، شال على وحط فيه ايه مثلا؟ اوعى تقول لاصلبنكم على جذوع النخل بس، لازم تقول ما ياتي. لاصلبنكم في جذوع النخل معناها لاصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. شوف كلمه دي، هات عود كبريت كده، عود كبريت وحطه على صبعك وبعدين لف عليه ايه؟ فتله. تبص تلاقي كل ما تشد الفتله العود يعمل ايه؟ يغوص، مش يعلم، يغوص. فكانه بقوه الصلب دخل العود في الايه؟ في الاصبع. اهو برضه هو حصل لكم تصليب يدخلكم في ايه؟ في جذوع النخل. يبقى على لوحدها ما تنفعش. شوف بقى كلمه في عملت ادتنا ايه؟ ادتنا معاني ايه؟ معاني كتيره قوي. يبقى ده مبارك ولا مش مبارك؟ كل يوم تيجي فيه حاجه جديده تلتفت تلاقي الناس عمالين يتعبوا ويكتشفوا في اسرار الكون ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، وبعدين القران يكون ماسسها مس ايه؟ كفي، لا عمل معمل ولا عمل تجريبي ولا عمل اي حاجه. وبعدين تلتفت تلاقيها ايه منسوخه مش في فصل يقال له فصل كذا، لا ده هي جايه في طي الايه؟ في طي الكلام. يعطي عطاءه الوفير كده مش قصدا بباب وفصل ويحدد ويقول لك لا 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 ابدا. يوم انت لما تيجي مثلا تقرا قول الحق سبحانه وتعالى في عذاب الاخره وكلما ايه؟ نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى عله التبديل ايه؟ الاذاقه. اكن لو ما بدلش الجلد وسابه يحرق الاذاقه تمتنع ولا لا؟ الله، فكان الاحساس كله بالالم منين؟ من ان ما بدلوش يبقوا ما يحسوش بحاجه، بدلناهم ليه؟ ليذوقوا. قعدت بقى المساله دي شغله العلماء. فالاول يقول لك الحس المخ، وبعدين قال لك لا ده في النخاع الشوكي عشان الحركه العكسيه ومش عارف، وبعدين اخيرا اهتدم الى ان الشعيرات الحسيه منبطحه في الجلد بحيث اذا جبت ابره ونفذته تؤلمك بقدر ما تنفذ من الجلد زي شكه البرغوث، وبعدين تمشي. الله، يبقى الجلد هو محل الايه؟ انما القران اداها كده. يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. مثلا لما جم في الذره وبعد ذلك بعد الحرب العالمية الأولى وألمانيا اكتشفت أسطوانة عشان يحطموا بها الجوهر الفرد، كان الجوهر الفرد قديما يقال الجزء الذي لا يتجزأ. يقول لا يا أخوان ده اتجزأ، عمل أسطوانة اتحطمت الجوهر الإيه؟ الفرد، اللي نشأ منها تفتيت الذرة. تفتيت، فلما جت وتفتتت الذرة وبقى ما دام اتفتتت يبقى أجزاءها أصغر منها ولا لأ؟ أما أنت ربنا ضرب المثل بحكاية من يعمل مثقال إيه؟ يقول له بس أصلك أنت ما أنتش عارف، لأنك لو استوعبت قراءة القرآن لعلمت أن لله رصيدا في هذا التحطيم.
عند رسول، لان ايه؟ لا يعزب عن اني مثقال ذرة في ايه؟ ولا اصغر من ذلك. وبعدين قال ولا اكبر، وكلمة اصغر مرحلة تانية، لان اصغر بعد صغير، يبقى كان يقول لا مثقال ذرة ولا صغير ولا، يبقى فيه لسه رصيد عندنا ولا لا؟ رصيد ان حطمه المحطم يبقى فيه رصيد في الايه؟ يبقى دي البركة ولا لا؟ وهذا كتاب مبارك، وهذا كتاب انزلناه مبارك يصدق الذي بين يديه. ساعة تقول بين يدي الشيء، بين يدي الانسان موقفه دائما على الأمامية، فشيء يسبق لي يبقى ورايا ولا قدامي؟ يبقى قدامي. يبقى اللي قدامي بين ايه؟ واللي ورايا من خلفي. طب الكتب لما نزلت، الجمل نزل الاول والجمل نزل الاول، يبقى الكتب اللي نزلت بين يدي القرآن ولا لا؟ يعني نزلت امتى؟ قبل، وبعدين القرآن جه خد ايه؟ خد دور. يبقى بين يدي الكتب المعروفة هي ايه؟ المشهورة واللي لها بقاء الى الان، اللي هي التوراة والايه؟ والانجيل. مصدق الذي بين يديه، يعني هو يصدق الذي بين يديه. يقول له لكن ده انت قلت ده اتحرفت. يقول له اه مصدق الذي بين يديه، اي الايه؟ الاصيل. اي الايه؟ الاصيل. ولذلك اللي كانوا يعرفوا الاصيل يقول لك يبقى مين زي الله عبد الله بن سلام وغيره، لما جم يؤمنوا قال لك تمام ده احنا اللي بن. ولذلك لما جاء عبد الله بن سلام يسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انشرح صدري للايه؟ للاسلام، ولكني اعلم ان اليهود قوم بهت، يعني كبروا كده، فانا اريد ان تسالهم عني قبل ان اسلم. فقال رسول الله لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وشيخنا ورئيسنا وعلمنا وقعدوا بقى يقولوا. فقال الرجل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قالوا ده ابن كلام، قال الم اقل لك يا رسول الله انهم قوم بت؟ يبقى عرف ان هو ايه؟ ان ده هو اللي هو ده الايه الحق. طيب مصدق الذي بين يديه، مصدق الذي بين يديه. اذا ما اردت ان تعرف صدق هذه القضيه فهات ما لا حاجة لهم فيه إلى تكذيبه، تجد القرآن جاي موافق. القرآن جاي بالرجل وهم زنت واحدة يحبون أن يجاملوها، فرفعوا أمرها للنبي قال إن حكم بعدم الرجل تبقى بركة. ومن العجيب أنهم مش مؤمنين بمحمد بيحكموه زي ما قلنا، إنما يقول لك إن جات أسأل يبقى واشتلها. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام هاتوا الكتاب، وبعدين الرجل بده ايه يروح؟ وضع رسول الله يرى هنا فوجد آية الايه. يبقى مصدق الذي بين يديه غير مكتوم ولا محرف ولا مؤول. واذا ما نظرت الى الاشياء اللي هم ملهمش فيها تسلقهم كده، ما هو الحق سبحانه وتعالى ساعة يجد مبتلين او كذابين يترك للحق مجالا ومنفذا عشان تستطيع ان تهتدي منه الى الايه، والا يبقى اهل الباطل يطمسوا معالم الحق لازم كده. ولذلك اي قضيه من القضايا تبقى مغمضه قوي بس عايزه محقق لبق هيجد فيها ايه؟ ضروري منفذ، ضروري يجد فيها منفذ يصل منه. فيجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول عندهم في التوراه مثل للامه التي ستجيب، فيقول ايه؟ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كلمة اشداء ورحماء، انت في ظاهر الامر تجد ان ده ايه؟ تناقض في الطباع. لا ده بده يقول لك ان الاسلام لا يطبع المسلم على لون واحد لانه يريد منه كل الالوان، لو خلقه شديدا لفقدته مواطن الرحمة، ولو فقده رحيما لفقدته مواطن الشدة، فهو يريده شديدا رحيما ينفعل للأحداث
يقول لك شديد على مين؟ على المؤمنين ايه؟ أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ذليل وعزيز في أنه واحد يقول له ايه مش طبعه على قالب. ليه؟ لأن فيه موقف هيتطلب منه أن يكون ايه؟ عزيز، وفي موقف يتطلب منه ايه؟ انه يبقى زميل بالمؤمن خاضع له ولين الجانب واخفض له ما جناح الظلم هيدي، انما ساعة ما يجي ايه؟ بيبقى عزيز. يبقى لو طبعه على شكل واحد يبقى ما ينفعش في الشكل الايه؟ في الشكل الثاني. قال لك ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون ايه؟ فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. كل دي سمات ايه؟ سمات تقوى. سمات ايه؟ تقوى. ذلك مثلهم في التوراة. كأن مثل المسلمين المؤمنين برسول الله في التوراة هذا، أشداء على الكفار وحماء بينهم وركع وسجد وسيماهم في ايه؟ في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في ايه؟ يبقى ما دام قال مثلهم في التوراة يبقى كان موجود في التوراة ولا لا؟ يبقى اللي عارفينه ولا كتموهش ساعة ما يقول القرآن يجب ان يصدق للي عندهم ولا لا؟ يقول لك ده تمام. ولم نعلم ان محمدا قرأ كتابا او جلس عند احد، يبقى لازم اللي قال هو اللي قال. فكل شيء ما عرفوش تحريف يجب القرآن مصدق ايه له. وبعدين ومثلهم في الانجيل، طب ده مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع، زرع شيء مده اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. طب اشمعنى ده مثل في التوراة وده مثل في الانجيل؟ ليه؟ ام قال لك لان اليهود مشوا في المادية وسابوا القيم، فلا بقوا ركع ولا سجد ولا سيماهم في وجوههم من اثر السجود، يبقى القيم ضاعت ايه؟ فقال لهم انا هجيب بقى امه تبع رسول يجي بعدكم فيها هذه الخصال المفقوده فيكم. طب وفي الثانية في الانجيل؟ قال لك الانجيل هيبقى رهبنه وبعد عن مين؟ عن مسائل الدنيا. يقوم يجيب لهم في الماده يقول ايه؟ كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. كأنه قال انا سآتي برسول جامع للامور التي تتطلبها الخلافة في الارض، والخلافة في الارض تتطلب صراعا قويا في المادة لتنفعل لك وتخرج منها اللي انت عايزه، وعايزة التزام بالقيم والروح علشان دي تحرز دي ما تبقاش حضارة. لو راحوا للمادة بس تبقى حضارة شرسة، لو راحوا للقيم بس تبقى حضارة نية. يبقى هو عايزة ايه؟ عايزة تجمع بين الايه؟ الاثنين. اليهود فاقدين الاولانية والمسيحيين فاقدين، يجي الاسلام يعمل ايه؟ يروح جميعهم ايه؟ جميعهم ايه؟ يبقى مصدق لما بين يديه ولا مش مصدق؟ مصدق لما بين يديه. ولتنذر أم القرى، مصدق لما بين بيت ضدي جابت إلى أهل الكتاب. عايزين بقى التانيين الجماعة اللي مش أهل الكتاب هم كفار قريش. ولتنذر إيه؟ أم القرى ومن حولها. أم القرى إحنا تعرف إن أم القرى يعني مكة. أهي دي خدها الجماعة اللي قالك ده القرآن نزل لجماعة العرب. لأن أم القرى واللي حواليه. يقول والله يا أخي أنت ما معطيات اللفظ حتى. ما هو الحول أولاً؟ حول اي نقطة هو كل نقطة. لما تيجي توقف اي حاجة كده وحولها اعمله قطر 10 متر، طب قطر 20 كيلو، طب قطر 100 كيلو، يبقى حولها برضو ولا لا؟ فكل ما بعدت يبقى حولها ولا مش حولها؟ يبقى كلمة الحول تشمل كل ما حول كل مكان يشمل كل مكان. وسميت طبعا ام القرى ليه؟ اما لأن هاجر لما نزلت بابنها الرضيع نزلت بواد غير ذي زرع، وبعدين تكاثر الايه؟ الناس، فصارت دي كان ايه؟ أولى فيها الكعبة، وكل الناس بايه؟ بيأموها. ده كلام عام. أو لأن الحج بيجيب الايه؟ كما ذهب الأبناء إلى ايه؟ إلى أمها. لتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة
يؤمنون به. يبقى من الذي يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزله مصدق لينذر به أم القرى الذين يؤمنون بالآخرة؟ إيه الربط ده؟ قال لك لأن مش يروح لتعاليم القرآن ياخدها وينفذها إلا الذي يؤمن بأن فيه يوم هنذهب فيه إلى الآخرة، يوم يخاف فيرهب في المعاصي ويرغب في الطاعة ما دام فيه ثواب وفيه إيه. أما الذي لا يؤمن بالآخرة وتيجي تقول له عف وما عفتش هتعمل لي إيه، ما تسرقش وإن سرقت هتعمل لي إيه، ما تتكبرش وإن تكبرت هتعمل لي إيه. الله، يبقى إذن إيه اللي ملكنا الآخرة. يبقى الذي لا يؤمن بالآخرة يقول لك وإيه لازمني، مش لازمني لأنه لا ما فيش اللي هيقيد حريتي. طب ويقيد حريتي ليه؟ يقول له بس ما هو انت برضو بتاخدها سطحية برضو على فضل اللي بيقيد حريتك. هو بيقيد حريتك انت لوحدك؟ ما بيقيد حرية الكل. فإن قيد حريتك بالنسبة للناس بيقيد حرية الناس بالنسبة لك. حتى يعني لو لم يكن دي لكان ايه؟ لكان نظام. لما يقول له ما تسرقش من فلان بيقول للناس كلها ما تسرقوش من فلان، لا تنظر الى محارم فلان، بيقول للناس كلها ما تنظروش الى محارم فلان. يبقى انت خدت حقك ولا لا؟ على فرض ان مفيش اخرة حتى، يبقى خدت نظام متساوي، نظام ما تتعبش فيه. ليه؟ لان الجاري عليك جار على غيرك مع جريانه ايه؟ مع جريانه عليك. ده كلام عنه الذين، لكن اللي بيؤمنوا بقى بالاخرة اللي ما يحبش النظام ويحب مش عارف ايه بتاع القوي يواخد بحقه بدراعه ما يمكنش يخاف ان الايمان ان فيه ايه؟ ان فيه اخرة. اما الذي لا يؤمن بالاخرة لان ما دام الاخرة فيها ثواب وفيها عقاب وفيه وعد وفيه وعيد، كل واحد بده ينجي نفسه من ايه؟ من العقاب ومن الوعيد، ويدخل نفسه في الوعد وفي الايه؟ وفي الثواب. ولله المسألة على لما نيجي مثلا نمثل نقول للواد روح احضر علم لذاته كده، انا عايزك تحضر، مش عايز شهادة. وبعدين تقول لا ده انا عايز شهادة. يبقى اللي عايز الشهادة يعمل ايه؟ يذاكر لانه يخاف لا يسقط، يوم يحب ايه؟ طب وما كانش فيه امتحان بقى؟ يذاكر ما يذاكرش قد بعضه. يبقى مين اقرب الى الاستجابة؟ الذي يؤمن بايه؟ الذي يؤمن بالآخرة. يؤمنون بالآخرة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الله، إذن المسألة في الصلاة وهم على صلاتهم يحافظون. ليه؟ مش معنى جاب الصلاة يعني؟ احنا طبعا هنفهم سطحيا كده ان الصلاة هي عماد الايه؟ الدين، من اقامها فقد اقام الدين. قول طيب. طيب بدينا نحلل دي كده تحليل طبيعي. قول طبعا. ليه؟ هي الطاعات الناس بتنفل منها ليه؟ لانها بتأخذ من زمنها زمن يحبون ان ياخذوا زمنها في الايه؟ في اللعب. يعني نيجي نقول للواحد مثلا سيب شغلك وصلي مثلا، يقول لا ده لو سبت شغلي يبقى يضيع عليا مثلا كذا، كان كنت دكتور كان كشف وكان كده تتعطل الآلة قد كده الله. يبقى الزمن اللي هتتاخد في الصلاة هو اللي ايه؟ هو اللي عامل العملية. هنقول له يا اخي لا تعالى والبركة تعوض. مثلا امسك اركان الاسلام تجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها تقوم تجد ركن ما يحتاجش منك الا ان تقوله مرة واحد، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول. يبقى انتهت المسألة، انتهت. يبقى ركن لم يستغرق ايه؟ زمنا طويلا. ادي بالنسبة للزمن. طيب تعالى يا سيدي للزكاة. اما قال لك الزكاة دي هتعوز مني ايه؟ يوم حصاده اعملها، مش هتاخد مني زمن يعني تفريق الزكاة وبتاع. طب والصوم؟ ما هو شهر في السنة برضو زمنه وإن كان أوسع شوي. طب والحج؟ ده مرة في العمر إن كنت مستطيعا. يبقى إذا التكاليف الركنية في الإسلام بالنسبة للأزمان اللي الإنسان حريص عليها بسيط الزمن، لكن الصلاة هي اللي إيه؟ كل يوم، ومش كل يوم مرة، كل يوم خمس مرات. يبقى هي رقعتها بالنسبة للزمن أوسع.
والطريقة إليها برضو أجر، لأنه لازم يبقى ما عندوش حدث وما فيش نجاسة وطهر الزوام وطهر المكان ويتوضى ويقوم برضو عملية إيه. لذلك جاءت الصلاة ركنا أصيلا في الإيه؟ في الإسلام، إيمان الدين. طيب أنت قاعد ويا واحد كده ما قالش طبعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، لأنه قالها قبل كده خلاص. طيب وما كانش في رمضان يبقى مش صايم، وما فيش يوم حصاده يبقى ما بيزكيش، وبعدين ما هوش في موسم الحج ما حجش، تبقى انت ما لا تعرف ان كان مسلم ولا مش مسلم، لكن ان سمع الوقت وان يصلي كده يبقى عرفت النص. ولذلك هي الفارقه بين الايه، لان ديكها ازمنها محصوره ده على الاول. ومع انها كذلك اخذت من التشريع حظها من الركنيات الاصيله. ليه؟ كل تشريعات الاسلام اركانا وفروعا جاءت بالوحي الا الصلاه فانها جاءت بالمباشره. احنا ضربنا زمان مثلا وقلنا اذا كان لك رئيس كبير وعنده مساله يعني روتينيه بيعملها في مكاتبه وتروح تاخد دورها عندك مش كده؟ طيب وان كانت مساله يعني مهمه شويه ويوم يمسكها بتقول له هتيجي لك المعامله الفلانيه فيها كذا باخد بالك منها. طيب ان كانت اهم شويه يروح بعت يا مدير المكتب روح ورا الحكايه دي ويقول للولد، وان كانت مهمه قوي قوي يقول له تعالى لي هنا عندك انا عايزك. فكل الاحكام فرضت بالطرق دي كلها، ومرار ربنا يفوض رسول الله في انه يقول الحكم من عنده الا الصلاه. قال له لا ده بالحضره. ليه؟ لان الصلاه دعاء الخالق خلقه لحضره وجوده، يبقى لازم لازم يكون تشريعها بهذه الصوره، فتشريعها جيب الايه؟ الحضره. طيب وشيء اخر، ما دامت هي العمده كده تقوم تقول ان الاركان الثانيه انا ما جاء انا ما افتكتش عليها انا، وان كنت يعني مهمه بالنسبه لي وبالنسبه لي وبالنسبه لي، انما انا لان مهمه حد معدنكم كلكم، فتجده في الصلاه يقول اشهد ان لا اله الا الله وأن، فلفظ الاسلام والشهاده مكرر دائما فيه. يبقى جابت الركن الاول ولا ما جبتوش؟ يبقى جابته. طيب عايزين نفوت، طب هو الصوم ده ايه؟ يقول الصوم ده امتناع عن ايه؟ ده عن شهوتي البطن والفرج، انما بتكتب ولا ما تكتبش؟ تجري ولا ما تجري؟ تشتغل ولا ما تشتغلش؟ لا يقول الصلاه مش امساك عن الاكل والشرب بس ولا شهوتي، ده امساك عن كل حركه. يبقى صيامه فاكثر ولا مش اكثر؟ لان الصلاه لان الصيام بيمنعك عن حاجتين اثنين، ومن هي بتمنعك عن كل ايه؟ يبقى ده امساك كبير قوي، ده واسعه، وتقول لي يا صيام ده انت دخلت وايه؟ واوسع منك شويه. الله، طب الزكاة؟ قال لك الزكاة، الزكاة دي معناها ايه؟ مش بتطلع بعض مالك؟ من المال فرع الايه؟ فرع العمل، ولا عمل فرع الوقت؟ يبقى إيه؟ الزكاة ايه؟ فرع وجود مين؟ مال. والمال فرع ايه؟ العمل، والعمل فرع ايه؟ فرع الوقت. يبقى انت حين تزكي بتزكي بالحلقة الكام؟ الوقت خلاك تعمل، والعمل جاب لك مال، وبعدين خلعت من المال شيء، يبقى الزكاه واخده من اخر حلقه، لكن الصلاه واخدها من اول. ايه الوقت الاصيل؟ هي واخدها. الله، ده واخده وقتك مش الثمره بتاع العمل، لا واخدها كله. طيب وبعدين؟ قام قال لك وهات لي الحج بقى. طب مش الحج واللي مش مستطيع واللي مستطيع كلهم، قبل ما يقف للصلاه لازم يتحرى ان يتجه الى بيت الله، يبقى فيها كل الاركان، والى لقاء اخر ان شاء الله.